يعطيكم العافية حبابي. اليوم بدنا نعمل مراجعة لصور المشاركين في التحدي السادس والأخير من مرحلة الأبيض والأسود، ألا وهو أنك تصور نظارة. بالنسبة لهذه الصورة جميل جدا، عم نستخدم عنصر التأطير في الصورة حتى نشوف شو اللي جوا النظارة. صحج، صحح نظرتك عني. اوكي اوكي جميل. اوه ورقة ورا النظارة. اوكي صحح نظرتك عني. جميل جميل ممتاز. مود استنى خليني اطفي الصور اللي تحت الليرات. تمام مود حلو. هدى عبد، بس خلي نقطة بين الاسم والاسم الشخصي واسم العائلة يفضل. تمام جميلة بسيطة. مود مبينة زي لوجو. جميل يسلم يديكي. مشاعر هي اللي ماخذ الفريم مش النظارة، بدي ننتبه لهاي الشغلة. طلعوا هذا أكبر بكثير من النظارة، هذا العنصر اللي هون هذا أكبر كثير من النظارة ماخذها. فشو الحل؟ زي ما حكيت نقص الصورة هذا أولا، فنقصها زي هيك ونخلي جزء مبين من العناصر الثانية، وثانيا مقصوصة من الأطراف. هون في مشكلة، مقصوصة النظارة، بدنا ننتبه لهذا الخطأ البسيط. هون اختار من يثريك ويزيد حياتك نجاح آت ياسمين. حلو ممتاز جميل. بس هاي أنا فاهم شو بدك تعمل، انت بدك تبين الصورة حزينة، بس بهاي الحالة لا يفضل انه نقلل الإضاءة، يعني هاي لازم نعدل الهيستوغرام تاعها فاضي هون هيك، فلازم تكون طيب يلي هيك بينت مفرحة. بدنا ندور على صورة ثانية فيها ظلال زي هيك تقريبا، يعني تطلع قبل وبعد. دائما أي صورة حتى لو تكون تخلوها مخيفة أو حزينة يفضل، مش يفضل، الصحيح إنه إضاءتها تكون ممتازة، الهيستوغرام تاعها ممتاز. إذا بدنا نخليها حزينة بدنا نخلي فيها ظلال كثير. تمام هذا المبدأ اللي بدنا ننتبه له. فهون أنا زبطت الإضاءة لكن خليت الظلال سودة كثير، بس هاي هي الفكرة. فتطلعوا قبل للتأكيد، وهي بعد، هاي قبل وهي بعد، عاد عن هيك ما في. ممتاز من هون من هون جميل. الكونترست هون كثير قليل، أظن فلتر بس هنا بخدم الصورة، يعني الهستجرام هاي هون بس بده من اليمين من اليسار زي هي، هي قبل وبعد، بس هون الكونترست القليل أو التباين القليل بخدم الصورة. أنا ما عندي مشكلة فيه، أنا ممتاز إنه التباين قليل. سبكتاكيولر قصدك، أوكي بس حلو. الفونت فكرته هيك جميلة، نوع الخط ماجد درويش الاسم تحت رهيب، النظارة جميلة جميلة، كان نفسي أشوف ما وراء الكواليس بس جميلة. يسلم يديك حلو. أيوة هيك أعطونا طاقة إيجابية عن مبارح، دمرتونا يا شباب مبارح. هون أوكي هاي دعاية، هذا ستايل دعاية زي موضوع القداح زي ما حكيت لكم. الفاين بالدعايات ما بنستخدم ستايل الأبيض والأسود، كان لازم نبتعد عن الدعايات. يعني هلا بآخر الفيديو راح أشرح لكم عن طريقة جديدة بالتفكير الإبداعي راح تساعدكم كثير بالمرحلة اللي بعد الأبيض والأسود. فروز آت روز فوتوغرافي جميل، لو قصرنا فوتوغرافي خليناها آت روز فوتو مثلا أو روز جرافي مثلا، إذا قدرتوا تقصروا الاسم أحسن. ظلال حادة جميلة، ضوء حاد زي ضوء الشمس مبين، والنظارة أكبر إشي بالصورة. جميل، العناصر الثانية صغيرة يعني أصغر من النظارة، فمش ماخذ التشتيت، مش ماخذ التركيز منها. سوري هذا ستايل أرتستيك جميلة، بس ما بعرف إذا في هون فكرة أو إشي، هي فقط كصورة متوازنة، لأنه هذا إشي كثير صعب يعني طالع معانا الشكل زي هيك. هون جميل ومريحة للعين، صورة متوازنة تقريبا بشكل غريب صراحة، بس بدنا فكرة، بدنا هلأ بدنا نركز على الناحية الفكرية الإبداعية. وخلصنا من المرحلة الفنية، المرحلة الأولى بالأبيض والأسود خلصنا من الموضوع الفني، هلا بدنا ننتقل لمستوى اعلى شوي. تمام وراح اساعدكم فيه ما تقلقوا. هون اوكي هاي دعايه حلوه. في اسم تحت جمان حلو ات
او دوت الجوهري. اوكي جمان الجوهري حلو شكرا. هلا ممكن تشيل الال ما في مشكله على انستغرام جمان جوهري يعني. نظاره هون نظاره هون جميله وبسيطه. في عنا عنصر هاي تقريبا عقاده الثلث جاي الصوره اذا انت لا هون اللي تحت لا يعني ممكن لو رفعنا النظارة شوي اللي هون تيجي على نقطة التقاطع بيكون أحسن تكوين. راوية دي في إيش اللي ورا؟ عم بنظف بالنظارة. أوكي هو out of focus ما في مشكلة التركيز هون تمام. بس لو كان العكس التركيز هناك. بس جميلة جميلة زاوية منظور مختلف صراحة. هنا الهستجرام بدنا ننتبه فاضي. هي قبل وهي بعد. نظارات شمسية لصيف سعيد شهد النتشة. اوكي بس بدنا ننتبه لما نصور المنتجات الشفافة بدكوا تحاولوا اللي وراها يكون سادة ما في تفاصيل لانه بيضيع جمالية المنتج. فلو كانت النظارة لتحت اكثر افضل. حلو بسيطة هاي زي صورة الفاين امبارح بسيطة وجميلة. دعاية ممكن والله هاي بتزبط دعاية فكرة ممكن. هون هاي مش دعاية للنظارة او هاي مش صورة للنظارة هاي صورة للدبدوب تمام. إذا بدنا إياها تكون صورة للنظارة ركزوا معاي هي بدها تكون عنصر التركيز بالصورة هي اللي معبية الصورة فلازم تنقص ممكن زي هيك مثلا تكون النظارة أكبر إشي. كيف نخليها أكبر من الدبدوب بنقصه تقريبا زي هيك وهي قبل وهي بعد هيك صار التركيز على النظارة وتكتبي جملة هون مثلا تمام. هيك صارت هي أكبر شوي نقدر نكبرها عن طريق إنه نقص من تحت كمان. هنجرب زي هيك وهي كمان أكثر زي هيك. هيك التركيز صار على النظارة هي أكبر إشي بالصورة. وسا عودة وسا عودة وسا عودة إذا بدون نقطة مش عارف إذا اسمك أسامة أو لا بس اسمع ابعث لي على إنستغرام كيف ألفظ اسمك صح لأنه هون مش واضح اللوجو الاسم بسيط جدا بس نظارة على خلفية بيضة. للتأكيد حبايبي صور جميلة لكن بدنا نبلش نتنافس. حلو لمار قوادري اوكي الفونت كثير عريض اللي هون بدكم تنتبهوا. جميل بس مش فاهم ايش واقع من فوق يعني جميل بس مش فاهم الفكرة وين صراحة. مقصوص النظارة من هناك لا يفضل انه خلي التركيز بس على هاي اللي هون اما تعرض نص النظارة وتكون مقصوصة من الطرف حرام زي لما تصور بورتري وتقص أصابع الشخص إشي مزعج للعين. حلو فلتر الحكي قبل ما تأخذه بعين الاعتبار. خلينا أتأكد من الهستوغرام في كثير لون سكني هون هيك نفتحه شوي هي قبل وهي بعد. ضعيف قبيح مكروه عنصري سايكو مغرور هذا اللي أنا بدي إياه. بدنا فكرة بدنا فكرة بالصورة يا جماعة الخير لأنه الجمالية خلاص انتوا وصلتوا لمرحلة جميلة التصوير تاعكو عم بتطور. هلا راح أساعدكم كمان زي ما حكيت اليوم تطلعوا بفكرة إبداعية عقلاني ناجح جميلة. بس بدنا اسم لمين هاي الصورة بدنا اسم يا جماعة الخير. The word you the word you ما فهمت thank you يعني انه تركت كل العالم عم بركز عليك. اوكي حلو حلو عمرو فوتو حلو هذا ممتاز الاسم اعتمده يا عمر حبيبي ممتاز. بس النظارة مقصوصة انتبهوا لهاي الخطأ البسيط. معتصم نمري في انعكاس هون انتبه في خطأ مدمر عملته هون حبيبي. ممنوع اللوجو تتلاعب فيه. اللوجو اشي مقدس للشركة مقدس جدا. اللوجو ممنوع حبيبي ينقلب انت هيك بتدمر الشركة تمام. فبدك تنتبه لهذا الخطأ البسيط لكن قاتل. اوه ميرا ابو عايشة جميل تكوين غريب اكس حلو يعني فنية وجميلة. زينة اوه زينة والله كان لازم احكي مع زينة بالنسبة للنظارات تعرفه ممكن اخليها واحد من التحديات خلينا نشوف اذا بقدر اتواصل معها. زينة صراحة واحدة من الشركات الاردنية انا بفتخر بهذا الاشي اللي بتصنع نظارات بجودة عالية. والله كان لازم احكي معها انه نعمل مسابقة على النظارات اللي عندهم.
إيمان عباسي، بس في إشي غلط عندي بالفريم. هلا أولا الفريم الأبيض أنا مش فاهم شو هدفه اللي فوق، خلينا نقص الصورة بشكل صحيح زي هيك. هيك تمام. وثانيا في فراغات كثير كبيرة حوالين التصميم يا إيمان، يعني هون انت اسمك واسم البراند زينك كثير قريبات من بعض، يعني مبين انه الاثنين نفس الشركة. فبهاي الحالة بدنا نخلي الاسم فوق مثلا، مثلا زينة او زينة، واسمك تحت ومع كلمة آت يكون كثير صغير. اللي هون جميل. Focus on your goals. حلو. صورة العنابة جميل. هون اوكي للرموش حبيت. بس هاي ايش الالف اللي هون؟ هاي اشارة استفهام المفروض صح؟ اللي هي في نقطة تحت. Focus on your goals اللي هو التنبيه او الاشي الشديد. بهاي الحالة لازم نرفع النظرات لفوق لانه صار في وزن كثير بالصورة لتحت. في عنا كلمات هون واللوجو الصغير لتحت، فالنظرات لو رفعناهم شوي لفوق يعني لهون بتصير متوازنة اكثر. هاي نشوف الفرق هسه. أيوة زي هيك تقريبا لو رفعناهم شوي، لأنه صار في عنا كتلة ثانية بالصورة اللي هي النص. عيناك بحاجة إليها أحمد أبو حمدي. تمام. زعلان؟ ما عندي مشكلة، خلفية سودة غامقة كذا. بعتذر على صوت الدراجات حبايبي، بس جميلة مع النظارة، الإطار واضح. تمام. رحلوا ولم تبقى سوى ذكراهم. جميل جدا. تحملني حبيبي أنا مسيحي، فما بعرف إذا هاي الآية إلها دخل بهذا الكلام، بس أوكي فكرة النظارة ما بقى. يمكن في رسالة من الآيات هون، لهم مغفرة ورزق لا تدخل بيوتا غير بيوتهم على أهلها ذلكم خير. مش عارف إذا لها دخل أو لا حبيبي، بس كان فكري إنه لو تستخدم النظارة مشان تأطر جملة موجودة بالقرآن. تمام. هذا إشي جدا جميل بيكون. وشايفين اللوجو هيك بسيط جميل تحت آت إيهاب دوتزان. حلو حلو، هاي الحركة حلوة. أوكي ضحى فوتو جميل، أخذت النصيحة. ضحى فوتو هيك هيك بسيط، ضحى فوتو خلص. بس النظارات كثير تحت، بدنا نوازنهم بالصورة، يعني بدنا نقص الفريم هذا اللي فوق كله ما له داعي صراحة. أشوف لا كثير، هنجرب لحد هون. لا اكثر بدنا، يعني لا تطخ ولا تكسر مخي لي، خد نصصها وخلص. او يفضل بهاي الحالة لو كانت لفوق هيك ممتاز. هون قبل كانت فاضية، لو نحط لوجو هون او اشي ممتاز. في نكاس للنظارة. حبيت الفكرة. تمام. سلسبيل صالح، سلسديل، انتبه لاسمك يا سلسبيل. وسندس، سلسبيل وسندس، جميل جدا، يعطيكم العافية حبايبي. أتوقع نفس اللي عمل صور بكيت الفاين آخر إشي. أنا تحملوني المشكلة، بدي اسم، لا ما بدي أقعد أفتح الانستغرام، بدي أجبركم تحطوا أسماءكم، خلي الناس تدور على أسماءكم حبايبي. بدي تنتبهوا لهاي الشغلة، بس جميل، الستايل غريب هون، إطار. جميلة جدا، شالت الرقم ممتاز، تمام، كانت إيت صح؟ بسيطة، نظارة هون، بالنص. تمام. ايش ايش اسلام القواسمي، حلو ما حطش اللوجو ممتاز، بس هيك اسمك تحت آت اسلام القواسمي. ممكن لو شلنا الاي ال، احنا كل ما قصنا الاسم كل ما كان احسن صراحه. اسلام قواسمي وآت، خلاص هيك الناس تعمل فولو مباشره بتعرف الاكاونت. جميله صوره فخمه، بس بدنا نحلل التكوين تاعها. تتذكر مبارح كيف قعدت أحلل الصورة لتكوينها البسيط؟ نفس الإشي هون، عندك مشكلة بالتكوين. أولاً الأشياء اللي ما إلها وزن خلص ما برسمها، زي الخطوط اللي هون هاي ما إلها وزن كثير بالصورة صراحة، ما بيهمني. أنا بيهمني الكتلة الكبيرة اللي هون واللي هون واللي هون. فلو بدنا نيجي نوزعهم، هي بس أتوقع والله المشكلة بس بالخشبة، لو نزلناها تتوازن الصورة، لو نزلت لهون ويصير عندنا دائرة هون ودائرة هون، وهاي بدنا نخليها أغمق الظلال مشان كمان في وزن بصري للألوان. الإشي الغامق عادة بيكون وزنه أثقل من الإشي الفاتح، فلاحظوا يعني للعين
هاي الدائرة اللي هون أثقل هيك يعني، مع إنه ما لها وزن، هي صورة يعني ما لها وزن فراغ، بس هي أثقل بصريا على العين من الفاتح، وهي أثقل من اللي هون. فبدنا ننتبه لو غمقنا هاي الشغلة ونزلناها لتحت. فهات أجرب أعملها، هاي واحدة من الطرق اللي كنت أتعلم فيها تكوين الصور. أوكي عجبت على الصورة شوي، بس بدي أغمق هاي ليفلز وبدي أغمقها كثير كمان. فهمت علي شو صار؟ أنا هيك بالنسبة لي تحسن شوي التكوين، يعني صار في عندي عنصر هون مثلث، دائرة هون ودائرة فاتحة. فهاي واحدة من الطرق اللي أنا بستخدمها حتى أتدرب على تكوين الصورة. جيب أي صورة وبسطها لأشكالها الرئيسية وألوانها الرئيسية. أنا ليش بلشت معكم بالأبيض والأسود؟ لأنه رح يساعدك أكثر في فهم ترتيب العناصر والإضاءة. لسه لو دخلنا الألوان الموضوع أصعب وأصعب، يعني اللون الأحمر مثلاً له وزن مختلف عن اللون الأصفر والأخضر وهكذا. فأتمنى هذا المثال اللي عملته هسه بس هيك فتح عيونكم شوي على موضوع تكوين الصورة وتوازن الصورة. رؤيتك هي من تقودك. حلو أبو طبنجة، جميل جداً. أنا بقول لك من هسه إذا ظليت مكمل على هذا الطابق أنت إسلام الشبيبة كلها على أسماءك البسيطة، لأنه فوراً تنذكر بالدماغ بسرعة. يوم الأب العالمي، كل عام وأنت سر نجاحنا. الله يرحمك يا أبا. صحيفة الزمن الجميل، ندى الأخبر. هاي غلاف مجلة، غلاف جريدة. جميلة جميلة، أيوة ما شاء الله ما شاء الله. صراحة اليوم مستوى مختلف تماماً عن التحديات الماضية. كندا يا كندا. أوكي عنا هون مربع، جميل جدا. تقاطع النظارة، تكوين بصري جميل جميل جدا. مستخدام المراي محاي تأطير، جميلة جميلة النظارة. الصورة جميلة ومتوازن، ما أظن ممكن نعدل عليها إشي. أو بيرفكت حتى الألوان والهستوغرام. أو بس واحد اليوم غلطان صحيح بالهستوغرام. أي نقيت أنا، استنى هات خلينا نشوف، بس واحد كان عنده مشكلة بالهستوغرام اليوم. وهي الثاني نقينا لسه. ها دحكي. طيب بوليس نمبر 1 مع المصاري والنظارة. ما فهمت الفكرة صراحة هون. بس يا بشاير بلشوا صوروا بالطول، حكينا انقلوا صوركم خلوها بالطول مش بالعرض عشان ننزلها بالريل عنا. تمام تصوير منيح بس الفكرة ما وصلتني صراحة. هاي دعاية، دعاية لدكتور عيون ممكن نحكي، دعاية بسيطة وجميلة. لاحظوا كيف قاس النظارة هون فين من وين، بس جاء اليمين كلها. وأنا بالنسبة لي هيك متوازن، لأنه هذا الجزء وهذا الجزء وازنوا بعض ما في مشكلة. وهنا عم نستخدم بالصورة، يعني مخي فورا قرأ هاي الإشي كأنه ثم أو فاتح ثم هون، والعيون هي للصورة بسيطة. حاب خالد حلو اللوجو راقي هيك بالزاوية. تفضل اللوجوهات خلص اعتمدوها تحت، اعتمدوا بس اللوجو تاعكو او الاسم على اليمين بنص الصورة حسب في الصورة بتكون. مش فوق، لا يفضل فوق، المستقبل مشرق جدا عليك ارتدائها. مش مبين النظارة، خلفيتها سودة في النظارة مختفية. اصايب حبيبي، وخلي الفونت بتكتب فيه اسمك رفيع، نشوف هنا بصورة حاب يكون اشي راقي وخفيف تمام، ما يكون كثير عريض. للتأكيد الهدف انه اذا حدا شاف الصورة وعجبته يشوف الاسم ويروح يدور عليه. وللتأكيد لما تستخدم فونت اسود ما تعطيه ظل. لما تكون كلمة لونها فاتح، خلفية فاتحة، تم نستخدم الظل حتى نفصل الخط عن الخلفية هيك تمام. ويفضل يكون خفيف زي هيك، وخفيف ما يكون كثير غامق هيك قبل طبع. أما الخط أسود وأصلا مفصول على الخلفية يعني مقروض، في داعي للظل بهاي الحالة. فعم بس بدي ننتبه لهاي الشغلة البسيطة. أيوة هيك أعطونا طاقة إيجابية جات الخير. حلو البكسل جميل. أغرو شوي بس طبعا هيك البسمة ساي حاسة هيك المحقق من الشرير، لأنه الظلال الغامقة بتعطي طاقة مخيفة بالمشهد أو طاقة حزينة طاقة سلبية. فهاي مبين زي كأنه رئيس عصابة، أو ذكرني بالمجرم الشرير بكونان القاتل. كون ري بان النظارات الأمثل هيا دوت شوت. أوكي غيرت الاسم أو ممكن هيا دوت شوت. حلو بهذا الاشي. يعني هون في عنا اسطوانة، لا صورة مش متوازنة هون، لوجو ما بزبط يكون هون، وعنا عنصر هون. يعني
صار ما فيش داعي ارسم اشكال لانه الاشكال بسيطه، لكن في عندنا عنصر هون تمام، وعندنا دائره هون ودائره هون، ونحكي مش مستطيل لكن خربيش هون مثلا، فلازم ننقلها ونقلناها من هون اتوقع لهون احسن. هيك هيك بتتوازن معي الصوره اكثر. بدي تنتبه لهاي الشغله، خليني بس اشيل الزوائد اللي هون هيك افضل. اوكي صارت متوازن لانه عندك عنصر هون رهون والعنصر الثالث هون تمام الصوره. ممكن نضيف عنصر بسيط هون جدا وهون تتوازن اكثر واكثر، بصير النظاره محاطه باربع عناصر عن اربع زوايا. اخر صوره كتاب المقدس والقران الكريم مع النظاره، النظاره مقصوصه هون انتبه، والكتاب المقدس اللوجو مقصوص كمان هون او الاسم بدك تنتبه. فهاي الاشياء تحاول قدر الامكان انها ما تنقص وتلعب فيها، ونفس الاشي القران الكريم. الاشياء برجع بعيد وبكرر، ما تقرب الحواف الصوره منها، اعطي فراغ. تمام يعطيكم العافية حبايبي، صراحة إشي مفخرة، أنا سعيد جدا. أنا شايف الصورة الكبيرة، يعني أنا بالنسبة لي في 40 شخص بلشوا برحلة وتطوروا بشكل سريع جدا، يعني إحنا لسه بالتحدي السادس حبايبي. شوفوا المرحلة اللي وصلتوا لها، شوفوا المستوى كيف الفرق، قبل أسبوع وين كنتوا كيف صرتوا. أنا صراحة فخور جدا بهذا الإشي، وإنتوا لازم تنبسطوا كمان من حالكم. فجد شكرا انكم ما ضيعتوا تعبي، انا سعيد جدا بهاي الشغله. هلا الفكره كانت بالمرحله الاولى بالتصوير بستايل الابيض والاسود، انه احنا نلغي الالوان ونخلي عقلك يركز على شغلتين، الاولى اضاءه المشهد والصوره والظلال، وثانيا تكوين العناصر، كيف توزع العناصر الموجوده وكيف تقص الصوره، هذا هو التكوين الكومبوزيشن. هلا احنا بدنا نرفع المستوى شوي، احنا تعلمنا كيف نخلي الصور جميله، هلا بدنا ننتقل كيف نخلي الصور جميلة وفيها إبداع، فيها أفكار. هذا اللي راح أشرح لكم إياه بهذا الفيديو هسه. فاللي راح يصير كالآتي: بداية المرحلة الثانية راح يكون إنك بدك تصور بستايل الفينتج بنسميه أو العتيق، اللي هو بدك تفرجي صور قديمة عتيقة تبين إنه من الزمن القديم. أوكي يعني مثلا إذا مطلوب منك تصور ماوس بدك تبين إنه هو عليه صدى وعتيق وخشب. الفكرة مش بس فلتر فينتج، انتبهوا ما تستخدم بس الفلتر، لا الصورة الديكور بدك تخليه يبين عتيق. هلا هاي من ناحية الستايل، لكن بدنا نرفع المستوى شوي وبدنا نضيف الخيال الإبداعي، التفكير الإبداعي بالمرحلة الثانية. طب هذا الاشي كيف ممكن نعمله يليه؟ يعني احنا اصلا ما عندنا وقت، ويدوب برمضان وملحوقين وشغل، فوق هذا بدك تزيد علينا المستوى؟ طب انت لسه احنا بالمرحلة الثانية، شو راح تعمل بالمرحلة الخامسة والسادسة؟ ما علينا ما عليك، انا حاسب لك اياها بالترتيب. فانا راح اساعدك تفكر بطريقه ابداعيه عن طريق استخدام اسلوب عالمي. هذا الاسلوب بسموه اسلوب سكامبر. اسلوب سكامبر او طريقه سكامبر هي مجموعه طرق بتساعدك تفكر بطريقه ابداعيه، بطريقه مختلفه، بمنظور مختلف. فخلينا نتعلم ونحلل طريقه سكامبر بالتفكير الابداعي. الفكره كالاتي: عندك كلمة سكامبر هي مكونة من 7 أحرف، كل حرف برمز لطريقة معينة بالتفكير. ما بدي أحللهم كلهم هلا مشان أعقدك، بدي أبلش بأول حرف اليوم، وهذا هو التحدي القادم راح يكون، اللي هو substitute. substitute معناها استبدال. إيش يعني؟ زي ما قلت لك هي طريقة تفكير. فأنت إذا مطلوب منك تصور كاميرا أو طريقة تفكير، يعني حتى بدك تخترع إشي جديد، فتحكي لك السبستيتيوت بسكامبر أو الاستبدال، إنه مثلا جرب بدل إشي موجود حاليا بالكاميرا. فمثلا جرب بدل العدسة بإشي ثاني، مثلا لو بدلتها بهذا الجريد، ها هاي طلعنا بفكرة شوي غريبة. هاي هي قصة السبستيتيوت، إنك تبدل إشي من العنصر اللي بدك تصوره أو تبدله كله. مثلا إيش أنا ممكن أبدل الكاميرا بإشي ثاني يعمل نفس شغلها؟ هي بس فكرة، طريقة تفكير إنه أبدل، استبدال، هاي هي فكرته. عندي واكم وعندي هذا القلم الإلكتروني، ممكن أبدله بريشة أو قلم رصاص. هي هيك طلعنا بفكرة إبداعية للصورة. فبالتحدي السابع حبايبي مطلوب منكم تصوروا كاس بلاستيك بستايل فينتج، بالستايل العتيق، واستخدام الطريقة الإبداعية الأولى اللي هي substitute.
كيف ممكن تستبدل؟ هلا يليو الكاسة ما فيها قطع، طب كيف ممكن تستبدل الكاسة كلها بإشي ممكن يعمل وظيفتها؟ هاي الإشي اللي بدنا نبلش نفكر فيه، والمطلوب منك الصورة الجاي أو المرحلة الجاي صورك تكون جميلة وإبداعية. تذكروا دائما يا حبايبي إنه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة. بستناكم بفيديو بكرة، وأسف على التأخير اللي صار اليوم. وكمان ملاحظة، بطل في داعي تكمل لآخر الفيديو حبيبي، هلا الإشي الجديد اللي صار في فريم بيظهر هيك فجأة بنص الفيديو، فبدك تدور عليه. مع السلامة.